حوالي الساعة 7 مساء يوم السبت، قبل أن يخرج الناس للسهر، تستعد الشرطة البرلينية لعملية كبيرة. يطالب المسؤول عن العملية بكثير من الاعتقالات، لكنه يطلب من رجال ونساء الشرطة 120 الحفاظ على هدوء الأعصاب. علينا دائماً القبض على المجرمين الذين تتكرر أعمالهم، لكن إثبات وجودنا فقط لا يكفي. علينا أن نحاول التحدث مع الناس وقائياً لكي يساعدونا في مهمتنا. التحرك بأعداد كبيرة والظهور أمام المواطنين، هذا هو المبدأ الجديد المتبع في مثل تلك المناطق. اليوم تحركت القوات باتجاه جسر فارشوا، فمن يريد الذهاب إلى النوادي الشهيرة عليه أن يمر من هنا. وكلما تقدم الوقت ازداد عدد الناس الوافدين على هذا المكان. أمضت قوات الشرطة الساعات الأولى في التحدث للناس وتحذيرهم من أن يصبحوا ضحية. للمخدرات هنا دور، فكشك التصوير هذا مكان معروف لحفظ المخدرات، لكن ارتفاع حالات سرقة الحقائب والعنف هو ما يسبب الخوف للناس. نعم، يتملكنا القلق بعد أن سمعنا بعض القصص. قبل 5 سنوات كنت أذهب للنوادي ولم يكن أحد يسألني عن المخدرات، أما الآن فكل 3 دقائق يتكلم معي شخص. موزعو المخدرات ابتعدوا بعد أن شاهدوا عدد رجال الشرطة. في المرحلة الثانية تتولى الأمر الشرطة باللباس المدني. أحد المحققين مستعد أن يتكلم معنا بشرط ألا نظهر هويته. نسأله كيف يعرف موزع المخدرات؟ من تبادل المخدرات ونقلها من يد إلى يد، هذا يشير إلى أن الشخص المعني موزع للمخدرات. قرابة 5 صباحاً تجمع المشتبه فيهم في نقطة للشرطة. ألقي القبض على 15 شخصاً، تم إخلاء سبيل أغلبهم بعد قليل من الوقت. رجل اعتقل بسبب شتمه للشرطة، وصل شتائمه حتى بعد إطلاق سراحه، أمر معتاد لدى الشرطة. عودة إلى نقطة البداية والعديد من الأفكار لمحاربة الجريمة. يجب السماح باستخدام المخدرات، لدينا أصدقاء يتعاطونها، نحن لا نفعل، لكن سيقل تعاطي الناس لها حين يسمح بها. تريد الشرطة أن يشعر الناس هنا بأمان أكثر، فخلال 5 أشهر ستجري هنا انتخابات محلية. قالت لنا شرطية بأنها ترى بأن الأشخاص الجدد في هذه الأوساط يهابون الشرطة في البداية، لكن هذا غالباً ما يتغير سريعاً.